يبقى الفشل الكلوي الحاد ما يخوفش قوي. طب هل في اسباب تانية غير الضغط الواطي؟ طبعا طبعا، ساعات يبقى مرض مناعي في الكبيبات اللي في الكلى بوظتها، ما بقتش تصفي، ممكن يجيله يعني فشل كلوي حاد. دي فكرة بسيطة عن يعني ايه فشل كلوي حاد. امال الفشل الكلوي المزمن؟ دول بقى اللي بيغسلوا كله، دول اللي عندنا بيغسلوا. تقول لي كل واحد فشل كلوي مزمن هيغسل؟ اقول لك لا اطلاقا. عندنا حاجة اسمها end stage kidney، تاني عندنا حاجة اسمها end stage kidney يعني اخر مرحلة في الكلى وصلها العيان، اي كلى مش شغالة خلاص، يبقى ملوش غير حل من اتنين، يا هيغسل مدى الحياة يا هيزرع كلى حسب ما الدكتور هيقول. طب وهيغسل مدى الحياة؟ اه هيغسل مدى الحياة، هذه هي الطريقة الوحيدة اللي يقدر يعيش بيها. بس ده مين؟ ده كلى انتهت. يبقى مش كل فشل كلوي هيغسل، خلي بالك. يقول لك ما انا عندي فشل كلوي والدكتور بيديني ادوية. صح صح، لان انت ما وصلتش الى المرحلة النهائية للكلى، زي محطة وصلت لها خلاص، اللي وصلت لها ده الصفر، يبقى الكلى ما بتشتغلش، وفي هذه الحالة نغسل او نزرع. ما هو الغسيل؟ هو من اكبر نعم ربنا علينا. ده كان اللي اكتشف هذا الغسيل طالب في سنة ثالثة طب في السويد، كما كتبوا في الكتب يعني. ابوه نازل يزور واحد صاحبه، قال له يا بابا انت رايح فين؟ بالسويدي طبعا، راح يزور عمك محمود السويدي. قال له طب عايز اجي معاك؟ لا يا ولد اقعد ذاكر، الواد عيط خده معاه. فراح لعمه محمود السويدي بيقول له انت عندك ايه؟ قال له عندي فشل كلوي. قال له يعني ايه؟ قال له في مواد بتطلع في الدم تموت. قال له طب يا عم محمود مش انت ميت ميت؟ قال له اه. قال له طب ما تسيبني العب فيك اجرب معاك حاجه. الواد في الثانويه العامه كان خد الورق السلوفان اللي بنجلد بيه الكراريس، عارفينه كويس جدا السلوفان، انه مادة شبه منفذة، مش منفذة شبه منفذة، يعني لو جبت ورق سلوفان عملته كيس وحطيت فيه مية وحطيت فيه ملح وحطيت الكيس السلوفان ده كله في مية ما فيهاش ملح، يفضل ملح يطلع ويخش يطلع ويخش من هنا لحد ما يبقى في المية قد في كيس سلوفان. تاني كيس سلوفان فيه ملح، هنقول تركيزه 80، حطيته في حلة مية تركيز الملح صفر، التمانين دي تفضل تطلع تنزل تطلع تنزل، ما هو شبه منفذ لحد ما يبقى هنا 40 وهنا 40. الولد فكر بكده وقال له هات دمك وحطه في كيس سلوفان، وعمله ورجعه لعم محمود السويدي عاش. هذه البرنسبلز بتاعت الغسيل، بناخد دم العيان نفوته في سلوفان وحواليه مية فيها المواد اللي انا عايزها، انا مش عايز الصوديوم عليه قوي انزله شوي، البوتاسيوم اقلله قوي، وهكذا يفضل يحصل تبادل بين الدم مواد الدم وبين هذه المية لحد ما الحاجة تبقى زي الفل يعود تاني. في ناس بتغسل مرة في الحالات الحادة، لكن في ناس مستمرة في الغسيل بالهذا السلوفان. طبعا ما بقى السلوفان، بقى مادة تانية اللي هي الفلتر. لما بتروحوا مراكز الغسيل يقول لك يعني ساعدنا ان احنا نجيب فلاتر غالية، الفلتر ده بنحطه في مكنة، الفلتر في مية، المية انا اللي محدد تركيز الحاجات اللي فيها، الدم يجي في الفلتر ويعدي من الناحية التانية يتغسل 4 ساعات أو 6 ساعات بيبقى العين زي الفل. بس العيان اللي بيغسل وسمعني ما بين الغسلتين خلي بالك من الدكتور بيقوله، في واحد فاكر بيغسل يعمل اللي هو عايزه، يشرب مية ويشرب كذا وياكل كذا، لا برضو في حدود لك. هو بيغسل 3 مرات في الاسبوع. في ناس في مصر دلوقتي ولكن بره منتشرة ان يجيب مكنة في البيت يغسل في البيت عشان ما يروحش المستشفى وكلام من الغسيل في مصر رائع
رائع، عندنا مراكز غسيل كثيرة جدا جدا جدا، بنغسل عدد كبير جدا من المواطنين مجانا على نفقة الدولة. التأمين هو اللي بيقوم بهذه العملية الغسيل. لكن نخلي بالنا اللي كلوته نص نص، اللي كلوته نص نص يفضل عايش زي ما هو عايش كده؟ لا لا، متأسف جدا يعني. اللي كلوته نص نص يخلي باله من الأدوية اللي بياخدها عشان ما تبقاش كلوة انتهت. وأهم هذه الأدوية هي المضادات الحيوية ومضادات الآلام، اللي ركبه بتوجعه وبياخد أدوية عشان ضيع آلام الركب ممكن جدا تنسف كلوته. مين اللي هو كلوته بتبتدي؟ عندنا عدد كبير جدا من اللي بيغسله، كبير جدا، يصل إلى 50%، 50% نص من اللي بيغسله بسبب هذه الأدوية. وما أقولكش كلوته كانت سليمة وخد دواء باظت، لا، هي كلوته كانت قليلة، راجل سنه 60 سنة، الكلوة بتقل عملها شوية، هو بينسفها بهذه الأدوية. رجاء رجاء محدش ياخد دواء إلا أما الدكتور يشوف. ليه؟ الدكتور بيعمل وظائف كلى، أول حاجة بنعملها عيان، أول حاجة، وعلى أساس وظائف الكلى أبتدي أفكر حديله إيه. هذا هو الفشل الكلوي الحاد والفشل الكلوي المزمن. تقول لي في فرق بينهم؟ انت قلت ده اقل من 400 سنتي في اليوم. هقول كلمة بس ما حدش يتعجب، حدش يتعجب. عيان الفشل الكلوي المزمن بوله كتير، يصل الى 3 لتر في اليوم، عشان كده بيروح للدكتور متأخر جدا جدا جدا. ولما نقول له عندك فشل كلوي يصرخ، يا دكتور فشل كلوي ايه؟ ده انا بولي بحر، ده انا بقوم بالليل 5 مرات. يبقى فشل كلوي ازاي؟ هذه هي ظاهرة الفشل الكلوي المزمن، ان البول يكتر. يكتر ازاي؟ دي هنقولها لكم في كلية الطب، لكن مش في التلفزيون. لكن البول بيكتر فعلا، وده بيخلي التشخيص يتأخر جدا جدا. ضغطه قد يكون عالي، وصل لجاية، وقد يكون واطي. الضغط مش مقياس للفشل الكلوي بتاتا، ممكن يبقى فشل كلوي ضغطه عالي وفشل كلوي وضغطه واطي. حمض البوليك ممكن يبقى عالي بسبب فشل كلوي، وممكن هو اللي يعمل فشل كلوي. الغدة الجردة الرقية ممكن تبقى عالية بسبب فشل كلوي وهي تعمل فشل كلوي. عشان كده بنقول 3 3 في الطب ما تعرفش مين اللي ابتدى. 3 في الطب ما تعرفش مين اللي ابتدى. جالك عيان فشل كلوي وضغطه عالي، يا ترى الضغط العالي اللي بوظ الكلى، ولا الكلى البايظه اللي علت الضغط؟ في حالات كتير ما نعرفش. عيان جالك فشل كلوي وحمض البوليك عالي، يا ترى هو عالي عشان فشل كلوي، ولا الحمض البوليك العالي هو اللي بوظ الكلى؟ جالك عيان فشل كلوي والغده الجرده الرقيه نشطه، طب ما يا ترى الفشل الكلوي اللي علّى الغدة ولا الغدة اللي بوظت الكلى؟ نلتقي بعد الفاصل.